أردني رقم 6 أرقام دولية. ما عندي أجر ولا رقم دولي. ما رقم كله خارج يعني داخل العراق ما عندي. أوكي أنت خسرت. نرجع على صابرين. صابرين بما أنه أنت كان عندك 9 وقريبة جدا قلم بنزين قريبة من الفوز، راح أطرح عليه السؤال الأخير. تشانس أنت الوحيدة. السؤال يقول نفس السؤال اللي طرحته هنا، إذا كان لديك 6 أرقام دولية مختلفة. 6 أرقام دولية مختلفة. لقينا عندك 5 ارقام دوليه. طبعا انت كان عندك 9 رسائل، اعطينا تشانس وربحتي، ولم مكتوب لك انه تربحين الكارت. الف مبروك. الله يبارك. ربحت ويانا نورس. الف مبروك صابرين. صفقوا لها. شكرا. تسلمون يا ربي يحفظكم يا اهلي. عاقله كل الصابرين. عاقله كل. اوكي انت ربحتي ويانا. نحن نعطيك الكارت. الكارت مقدم من شركة آسيسيا للاتصالات المتنقلة في العراق، عبارة عن كارت فئة 25,000 دينار. هذا الكارت إلتش. أرحب بقناة الموصلية وأقول أنا أسلم بكم مرة ثانية، وشكرا على هالمبادرة الحلوة والبرنامج الحلو، وشكرا على تعبكم ويانا ومننا من عندكم. شكرا. ربحتوا ويانا. خليكم ويانا حجية بعد ما خلصت السالفة. نورس وياك. تبارك انتو الثلاثة بقيتم. اكو شرط صغير راح نشرطه عليكم، ماشي؟ بحيث تنفذوه. خليكم ويانا مشاهدينا الكرام، فاصل صغير راجعكم بعد. هذا البرنامج برعاية شركة آسيا سيل. متابعينا عدنا وياكم بعد الفاصل وشابات. طبعا رقم المتسابق او رقم الفيديو وحرف الدال لو بتبعتوا بالعربي. اول كلش هوايه انت تروحون تطلبون جنطتين، يعني جنطه مع النساء، جنطه نسائيه مثل من اي طنيها. اوكي مثل هاي الجنطه شو احمر اخضر بنفسجي اي لون اي حاجه زين، وتجيبوا لنا اياها. تجيبوا لنا اياها ان شاء الله. انت مسكين هاي. وانت شو تبغون تقولوا لهم؟ تقولوا لهم انه احنا خسرنا برنامج حاط لحالك نقاط، بس نطلب الشنطه معكم. انت تجيبي لي جنطتين وانت تجيبي لي جنطتين. كاثرين و تبارك. يلا يلا روحوا ويا المصور. رجعوا البنات وجايبين لنا كل وحدة جنطتين. عفوا عليكم بس شلون قدرتوا؟ شلون قدرتوا؟ رحنا سلمنا عليهم وقلنا لهم نريد جنطتين لان خسرنا بالبرنامج، وان شاء الله تقبلون وقبلوا. بس السؤال، حفظتي العوائل اللي راح ترجعي لهم الجنط؟ اي نعم. حفظتيهم؟ اي نعم. شلون؟ هاي الجنطة الأولى، وهاي الجنطة الثانية، وهاي الجنطة الثالثة، وهاي الجنطة الرابعة. عفوا عليكم بنات، بس اقول لكم سالفه في مالها، بيها ذهب بيها فلوس اكيد. قدامك لو مالتنا. تسلمون. اوكي صابري، بما انه شو رايك بالشرط هذا؟ شرط حلو كلش حلو. يعني صحفيه شو رايك بالك؟ يعني حلو. خوش حلو. خوش فكره. خوش فكره. اوكي كلمه اخيره بمناسبه رمضان. اقول ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله، وعلى امه محمد وعلى اهالي الموصل والعراق. ان شاء الله يا ربي كله بخير وبسلامه وبصحه ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره ان شاء الله رمضان يعود بالسلامه والخير على اهلنا بالموصل وعلى طلابنا، ان شاء الله النجاح الموفقين ان شاء الله يا ربي. اتمنى يا ربي بهذا الشهر الكريم الناس يعود لها الامان، والدنيا ان شاء الله تصير احلى بكل البلدان ان شاء الله، العراق وغير وكيت، واهم شيء العراق مناطق، اهم شيء الموصل تتعدل. ما شاء الله هي صارت احسن، وان شاء الله كركوك وياها. اتمنى كل الخير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم بنات، اتمنى لكم ان شاء الله طلعه سعيده. انت كلمه اخيره بمناسبه